تشتري من جعلبة؟ قالوا أخويا وقت أيوة شنو العديد من عبد الزواجبة؟ هو الوضع المادي والوضع النفسي والوضع العام. قد عمرك حيدر؟ 51. عمرك كله يا رب، ما مبين عليك بعدك شباب. شباب براسي شو؟ يا عادي عمرهم 20 ومشيبين. ايه صدق مو؟ ايش تشتغل حيدر؟ خفايف اشتغل. شنو يعني خفايف؟ منظف بالحدايق. منظف حدايق؟ الله يرزقك يا ربي، الله يرزقك. انا اسفه جيت يمكن قعدت بصفك ضوشتك؟ احتاج على راسي عمي. سلم راسك. بس اني منتظره هنا السياره قاعد تجيني ودخلت من المشي حاره. لا لا الله يكون بعونك. هاي مصطبه زين خلي واحد يقعد عليها. خدمتك عمي، راح تقعد تلفها شيء. خذوا القلب، اشكرك شبعان. كملت شغلك اليوم؟ ها؟ كملت شغلك؟ اليوم ما طالع. ها؟ شيء متعوب. ايش فيك صحة وعافية؟ ما تجيب لي سلفة عمي؟ لا خذوا القلب عمي، اشكرك والله. شوي ارتاح واكمل مشي. كم طالعة؟ على مو شغلة. مقضية ان شاء الله. بس انا اقول لك حيدر وعدك شباب انت. ماشي؟ اي المفروض انت صار لك ساعة تقول لي عمو عمو. بس اني بعدك شباب فدا اقول لك حيدر. حيدر لو عمو حيدر. خادم. ها؟ خادم. يلا حيدر. هذا يطلعنا اسد، هذا يطلعنا اسد. وهذا يطلع منا على بغداد جديدة. إذا صعدين عبرية منا كيات مشتل بغداد جديدة. شنو هاي؟ زين. هاي ليش؟ ما أدري شنو. زين. لا أنا زين. زين.